موضوعنا النهاردة هو مهم جدا. أنا نزلت أشتري جهاز حديث سنة 2022 شهر تقريبا 4 ولا بتاع، كور اي 7 ديل، إمكانيات عالية بقى، مفيش ما بيركبش فيه الهارد العادي، كل الهاردات اللي بتركب فيه اس اس دي ام في، الهاردات اللي هي عبارة عن كارت دي. وطبعا الهاردات دي سريعة وفي نفس الوقت ممكن، فلقيت الراجل بيقول لي ان مش هينفع يركب فيه غير الهاردات دي، الساتا والحاجات والهاردات العادية دي مش هتركب جواه. وخدت الجهاز فعلا وروحت البيت وقلت اجرب لو حصل حاجة في الجهاز هشغل، هنزل ويندوز ازاي عليه وكده. فجيت احط فلاشات اللي هي بتنزل ويندوز على الجهاز، ما رضيتش، كلها بتبوت على الاجهزة القديمة بس. فهنا بقى اكتشفت ان المذر بورد اللي انا جايبها دي مش بتسبورت البوتينج بتاع الفلاشات دي. دي بداية القصة يعني. من هنا اهتميت بقى، عرفت ان الجهاز بتاعي المذر بورد يوفي، النظام الاساسي عليها، عرفت ان المذر بورد بتاعتي هي يوفي، ان اليوفي ده نظام زي البايس القديم اللي هي المذر بورد بيبقى عليها شيب كده اسمها البايس بيزك انبوت اوت بوت سيستم. القديمة دي كانت اللي هي نظام الادخال والاخراج الرئيسي، اللي هو وظيفته ان بيخلي بيعمل تيست على الجهاز اول ما بنشتغل، وبعد كده بعد ما يتأكد ان كل الحاجات في الجهاز تمام التمام بيبدأ يروح للهارد ديسك او البوت، الحاجة اللي هتبوت، وهيبدأ يحمل من عليها، يدور على البوت ماستر بوت ريكورد اللي على الفلاشة او على الهارد او على غيره او على السي دي او اي شيء، ويبدأ يحمل الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اللي هو سواء كان دوس او ويندوز او ايا كان يعني، او لينكس او غيره. فده المذر بورد البايوس دي، الفلاشات اللي معموله كلها اللي هي بيزك انبوت اوت بوت بتسبورت او بتسبورت النظام القديم ده اللي انا كنت عاملها عندي. فبالتالي ما جيت ابوت ما رضيتش، لان حتى الجهاز مكتوب ان يوفي اونلي، يعني هو عايز يوفي بس، فلازم اعمل فلاشات من نظام يوفي عشان ابدا اشتغل ابوت بيها وابدا اشتغل وكده. فمن هنا كان ما هو اليوفي وبماذا يختلف عن البايوس. فبدأت أبحث في الموضوع ده، لقيت إن كلمة بايوس طبعا، وحبيت أشرككم علشان تستفيدوا. فكلمة بايوس هي اختصار كلمة بيزك انبوت اوت بوت سيستم، نظام الإدخال الرئيسي، وهي عبارة عن برنامج موجود على المذر بورد في الشيب دي، أهي المذر بورد بتاع الجهاز بايوس، مكتوب شيب كده مكتوب عليها بايوس، وبعد وقت البايوس دي بتبوظ، الجهاز ما يعطل ما يشتغلش، نشحنها وحاجات زي كده، كان زمان كده يعني. ودي موجودة في البرمجية اللي هي 01، بتتكتب بالزيرو لغة الآلة يعني، تتواجد في شريحة على شريحة على المذر بورد يعني أهي. طب يتم تحميل البايوس في اللحظة التي يتم عمل الجهاز، أول ما يبدأ الجهاز يشتغل يحمل برنامج البايوس بيزك انبوت اوت بوت سيستم، وتكون مسؤول عن إيقاظ محتويات الهاردوير الخاصة بالحاسب والتأكد إنها تعمل بشكل صحيح، وبعدين تحمل بوت لودر بقى اي نظام اقلاع او نظام يحمل بقى سواء دوس زي ما سبق واتكلمت يعني. وطبعا انا ممكن ادوس على F2 اول ما اشغل الجهاز عشان احمل مش من ويندوز من الهارد ديسك، ممكن احمل من الفلاشة اليو اس بي، او احمل من اي حاجة، اعمل بوتينج من ايه، من سي دي روم ولا ممكن نتورك ولا ايه بالظبط. وده بيختلف من جهاز لاخر، فهنلاقي مجموعه من البوتنز او الزراير الفانكشن F2 او F10 او F11 او F12 او ديليت او اسكيب حسب نوع المذر بورد، حسب الكتالوج بتاعها يقول لك انت تخش على البوت بايه. فلكن معظم الديل والحاجات دي F12، والاجهزه مثلا التوشيبا كانت F2، وممكن ادوس على الاسهم، فده مرتبط بالجهاز اللي انا هشتغل بيه يعني، ممكن اسكيب وسهم اي حاجه يعني من الحاجات دي. وممكن نوصف البايوس ده على انه البايوس بتاعنا ده على انه اختبار ذاتي تيست سيلف، او على انه اختبار ذاتي سيلف تيست للكمبيوتر قبل الاقلاع، يتاكد ان جميع الاعدادات تمام وكله تمام ومفيش اي مشكله. وبعد التاكد من ان الجهاز تمام تمام يبحث عن سجل الاقلاع اللي هو الماستر بوت ريكورد، ومن ثم تشغيل نظام التشغيل بالبوت ايه لودر، بيبقى امتداد الملفات دي اللي هو بيجيبها امتداد اي اكس اي اي اكس اي،
والذي يشير الى مكان تخزين الاعدادات الكومس بقى دي هي اعدادات يعني هو تشير مكان تخزين اعدادات الكومس دي او ليجاسي بنسميها كده، النظام ده بنسميه كومس او ليجاسي او البوت البايوس يعني. فاحنا بنلاقي ان هو بيقول لي ممكن يقول لي سي ام او او سي ام اس سي ام اس او يقول لي سي ام او اس او يقول لي ده النظام او بايوس او ليجاسي، كل دول يبقى البايوس النظام البايوس القديم اللي هو الليجسي او الام الكومس او كده مرتبط بالماستر بوت ريكورد على الفلاشات. ولذلك لما بيكون عندي برنامج زي برنامج هرجع بقى الحتة تانية هرجع كده زي برنامج رافس كده هفتحه واوريكو حاجة. ادي برنامج رافس اهو، انا رحت له وحطه هنا ودوست عليه وشغلته. مجرد ما بشغل البرنامج باجي اعمل مثلا سي لو حاطط فلاشه في الجهاز هحط اي فلاشه دلوقتي، هي دلوقتي مفيش اي فلاشات عندي، فلكن مجرد ان انا احط فلاشه هيحس بيها، عمل صوت كده وقال لي ان شاف فلاشه ودوست كده هتظهر الفلاشه دي دلوقتي اهي الفلاشه اهي وين عليها ويندوز 11 الظهر لي اسمها يعني اهي. طب هعمل حاجة بقى بوت سيليكشن ده هو ده بيسألني انت عايز تعمل ايه، بيسألني انت عايز تعمل ايه. فلو انا عايز اختار مثلا ملف ايزو مثلا احطه على الفلاشة اي، طبعا هعمل سيميوليشن كده معاكو بسيطة يعني براجع يعني معاكو، ادور على اي ملف ايزو عندي على على الجهاز. ففي فولدر هنا اسمه ايزون عامله في الدي، ويندوز وليكن ويندوز 11 كومباكت كده كأني بقول له يعني هنحط ويندوز 11. فمجرد عملت كده بارتيشن سكيما هيفرمت الجي بي تي ويوفي. احنا قلنا بقى المذر بورد الجديده مش نون سيموس اللي هي سي او اس ام اللي هي البايوس يعني او ليجاسي. ده لو انا هعمل الفلاشه دي على جهاز جديد على جهاز من الاجهزه الحديثه، لكن انا دلوقتي هقوم من الجهاز المذر بورد بتاعته بايوس او ليجاسي فبعمل ماستر بوت ريكورد وبايوس. اور طبعا في يعني ممكن يشتغل البايوس ده يكون ده او ده، لو كان الجهاز بيدعم الاثنين في الماستر بوت ريكورد وكان الجهاز مش يعني المذر بورد بتدعم برضك النظامين اليوفي و الليجسي او سي ام اس ال سي اس ام ساعتها البايوس بيدعم الاثنين، فماستر بوت ريكورد والبايوس بيدعم ده او ده، البايوس ده او ده ماستر بوت حسب الجهاز بيسبورت مين فيهم. يعني في اجهزه ميكسد بتسبورت الاثنين، لكن انا وجهاز جي بي تي، جي بي تي ده بارتيشن سكيم البارتيشن نظام البارت مش ماستر بورت ريكورد، هنتكلم عنهم هندي كده بردك كنت سبق واتكلمت قبل كده في ملفات على الام بي ار والجي بي تي، بس انا دلوقتي بتكلم على اليوفي على اليوفي و السي ال الكومس. لو انا شغال ماستر بوت ريكورد يبقى بردك هو بيقول لي بايوس ده وده برضك ممكن يشتغل الاثنين. لو انا هشتغل جي بي تي لا يعني هنا مش هيشتغل سي ام اس، الجي بي تي ده هيشتغل يوفي بس المذر بورد. لو انا شغال مذر بورد يوفي يبقى هفرمط بالطريقه دي عشان احرق الايه الاسطوانه. فطبعا انا الفكره بحكي القصه دي ليه؟ لان انا كان كل الفلاشات اللي عندي معموله كده، ده بعدها اشتغل فعلا على المذر بورد بس مش عارف ازاي، ليها تفسير طبعا ان ممكن يكون هو عامل كذا بارتيشن في الفلاشه وعامل مرة كده ومرة كده، فالجهاز شاف الكلام ده اليوفي ده. لكن انا دلوقتي لو انا شايف ال لان هو بيقوم الفلاشة هو المهم في الاخر هيحط على هارد نوعه ايه، لو الهارد متفرمت جي بي تي زي ما انا سبق قبل كده وكلمتكم، لو البارتيشن تيبل جي بي تي مش ام بي ما ينفعش غير ان فرمت الفلاشة جي بي تي.
هوقف كده وارجع تاني ونكمل كلامنا اللي انا عايز اكمله معاكم. طب ليه نظام البايس اتغير بقى اليوفي؟ لماذا لم يعد نظام البايس يفي بالاحتياجات الحالية؟ ليه؟ لأسباب كتير جدا طبعا. بدأت الشركات زي شركات الهاردوير كلها اللي بدأت تظبط الدنيا، والهاردات بيدعم هاردات بسيطة جدا صغيرة أقل من 2 تيرا، نظام البايس أو اللي هنسميه الليجسي. فبالتالي بدأوا يفكروا في نظم جديدة مع تطور حجم الهاردات، وإن حاجات كتير جدا يعني أهمها الهارد الكبير، نوع الهارد، الإضافات، الحاجات الزيادة، الأوبشن الأعلى للماذر بورد، كفاءتها، سرعتها، السوفت وير بتاع البايوس نفسه بتغير بقى، فيه إمكانيات كتيرة جديدة، فيه بيتعمل له أبديت كأنه برنامج، غير بقى إنه برنامج بيتعمل له أبديت بسهولة، يعني موجود على الماذر بورد بيتعمل له أبديت، فبيتعمل له ابديت اونلاين. يعني كتير افتح الجهاز بيقول لي الاجهزه الحديثه دي، يقول لي ابديت بايوس، يعمل ابديت وينزل فيرجن حديثه، بقى برنامج زي كأنه حاطين حته من نوع من وعي من الذاكره، مش الذاكره بقى، الذاكره بتتغير غير البايوس. البيزك انبوت اوت بوت سيستم كان ما ينفعش غير، لازم ان انا لو باظت اعمل لها حرق من اول وجديد، وبتبقى قصه يعني. طبعا برغم ان نظام البايوس ده قعد فتره طويله جدا موجود، ام اس دوس، ويندوز 3.1، حاجات كتير جدا، لينكس غيره، انما هو ما بقاش ينفع، لان مع تطور الهاردات اللي اصبحت 2.1 تيرا او اكتر و3 تيرا ما بيقدرش يعمل بوتينج منها. فدي اول حاجه اساسيه، ان هو التعامل مع الهاردات الكبيره. وبرضك البايوس يجب ان يعمل في وضع المعالجه 16 بت، وده طبعا حاجه بطيئه جدا، دلوقتي بقى فيه 64 بت، 16 بت وكان 8 بت قبل كده، وبياخد 1 ميجا بايت من المساحه التخزينيه، وبالتالي 1 ميجا بس، حاجه بقى ضعيفه، وكما يعاني بعض المشاكل في التعامل مع الديفايسز بقى ذات الوقت، في ذات الوقت مما يؤدي الى ابطاء عمليه، طبعا بيبدا يعمل تيست على الحاجات وياخد وقت كبير جدا في البطء بتاعه ده. طب ايه البديل بقى؟ ايه البديل؟ البديل ان طبعا هنشوف مع بعض كده، البديل هو نظام الاي اف اي اللي هو اكستنسبل فريم ورك انترفيس، او البرنامج، واجهة البرنامج الثابت الممتد. ان شركة مايكروسوفت وشركة ام دي، طبعا انتل هي اللي عملت، الشركة انتل اللي عملت الكلام ده، واتفقت بقى الشركات بعد كده، ده كان بدري حبة، لكن 2007 انتل والشركات المصنعة للحواسيب عملت مواصفات موحدة بما فيهم انتل وام دي وابل وكله، اتفقوا على نظام موحد سموه يونيفايد اكستندد فريم ورك انترفيس، ممتد، يونيفايد اكستندد فريم ورك انترفيس. ودعم اول حاجه نظام فيزيتا، كان بيدعم النظام ده يوفي 1. ويبقى كده عملوا النظام ده بيحل مشاكل الهارد والبطء والتعرف السريع على البرامج، وكان يعتبر طفره يعني يوفي. وبالتالي اصبح ويندوز 7 ويندوز فيزيتا سيرفيس باك 1 بيدعموا النظام الجديد، يعني بيدعموه، يعني مبنيين عاملين ملفات خاصه بيه عشان اول ما اليوفي يقوم يبدا يجيب ملفاتهم ويبدا يشتغل، لان هم لو ما عملوش حساب الحاجه دي في المذر بورد مش هتشتغل، عاملين حساب البايوس البيزك النظام القديم البوت لودر الملف الاي اكس اي، لكن الملف الثاني اللي هو اليوفي لا. طب ايه اهم بقى من مزايا النظام الجديد؟ انه بيدعم الاقراص الهارد ساعتها اعلى من 2 كذا، وهو نظام الزيتا بايت، حاجة بقى مش تيرا بقى، الزيتا بايت 9.4 زيتا بايت. طبعا هتلاقي بقى امكانيات متابعة. طبعا بيعمل في وضع 32 بت و64 بت، بيملك مساحة تخزينية أكبر من البايوس، وبالتالي فإن عملية الإقلاع ستكون أسرع.
وهو احسن من ناحيه البصريه، تلاقي الانترفيس بتاعه غير الشاشه الزرقاء دي اللي هي بتاعه هوريها لكم دلوقتي. دي شيب البايوس، ودي الشاشه بقى اللي هي فيها الايه القديمه اللي هي بتاعه البايوس. لكن هتلاقي الشاشه بتاعه اليوفي بقى فيها ماوس بيتحرك وامكانيات اعلى، بس الفكره مش عمليه جرافيك انت يوزر جرافيك انترفيس وحاجات زي كده، كانها حاجه زي الويندوز يعني. دي كانت تكست بس ولازم بقى اتحرك بالاسهم، بس برضك ده مش هو الهدف الرئيسي. وتقدر تشوف جهازك ببساطه هو ايه اي نوع، هنتكلم في الموضوع، بس انا يهمني نفهم الفكره بس، يعني ايه يوفي ويعني ايه ليجاسي، او البايس يكون يوفي او ليجاسي او كومس يعني. الحاجة التانية المهمة انه بيدعم الاقلاع الامن، وده ما كانش موجود في البايوس. يعني ايه؟ يعني انه يمكن فحص نظام التشغيل من اجل التأكد انه لا يوجد برمجيات خبيثة تتدخل في عمليات الاقلاع، ويدعم ايضا ميزة الشبكة التي تساعد في تداخل وتهيئة النظام عن بعد. يعني ممكن نعتبر ان اليوفي ده نظام تشغيل مصغر يعمل قبل نظام التشغيل، ويستطيع أن يفعل أكثر بكثير مما يفعله البايس القديم، ويمكن أن يخزن في ذاكرة فلاشية على المذر بورد، ذاكرة فلاشية، ويمكن أن يتم تحميله من القرص الصلب أو مشاركته عبر الشبكات عند الإقلاع. وطبعا الواجهة بتاعت اليوفي بتختلف حسب الشركة المصنعة، يعني لكن الأساسيات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هي واحدة. يبقى انا كده لما باجي ابوت من على الجهاز ببوت تو يوفي مود اور ليجاسي بايوس مود، يعني في اتنين مود للبوت، لا اما يوفي مود لا اما ليجاسي بايوس مود، او بيسموها بايوس مود او كومس مود كده يعني. او ممكن الجهاز يبدل بين الاتنين، يبدل بين الاتنين، يقوم بين الاتنين، ودي بنظبطها على السيتنج بتاع المذر بورد. يا ترى المذر بورد بتدعم ايه؟ في مذر بورد بتدعم الاثنين، ولذلك نلاقي لابات توب خارجه جديده فيها الهارد ساتا موجود فيها، والام الاس اس دي موجود فيها، الاثنين موجودين، فلازم هتدعم الاثنين. الا اذا انا فرمطت الهارد على انه جي بي تي، ساعتها بقى كده انا جي بي تي وممكن يشتغل بردك الاثنين. فهنشوف القصه دي اكتر واحنا بنتعامل بشكل عملي ببرنامج الرفس على الفلاشات والتقويم من على الجهاز. بس لازم نفهم المفهوم الرئيسي اللي انا بتكلم فيه قوي وعمال اركز فيه عشان يثبت، اللي هو اليوفي والبايوس والليجاسي. في اتنين ماذر بورد، الماذر بورد القديمه اللي هي الليجاسي مود، والماذر بورد الجديده اليوفي مود. وانا لما باجي اعمل فلاشه بفرمطها عشان انا اشوف هشتغل على انهي جهاز وهبوت من انهي جهاز. يا ترى هفرمطها على انها ليجاسي مود واللي هي البوت ماستر الماستر بوت ريكورد، ولا ال جي بي جي بي تي واليو اي اف اي او يوفي مود كده. فللموضوع للحديث بقيه، ولكن عنواننا كان ايه الفرق بينهم. عرفنا ان اليوفي ده مرتبط بالماذر بورد الحديثه، والليجاسي او الليجاسي بايوس او الموفي. شكرا، سلام.